في مجلس نوعي للزيتون، أعلن اللواء أشرف الشرقاوي رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية في وزارة الزراعة عن بدء العمل في أول مجلس نوعي للزيتون. الهدف من المجلس ده هو تحسين جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي. المجلس هيوفر الدعم لصغار ومتوسطي المزارعين والمصدرين، والهدف كمان هو التعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاع. خلونا نتكلم تفاصيل أكتر عن المجلس ده مع الدكتور محمد فهيم، رئيس مجلس تغير المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بك يا دكتور، صباح الفل. أهلا وسهلا أستاذ آية. أهلا بحضرتك. مجلس نوعي هو الأول يعني نوعه متعلق بالزيتون وتحسين جودة الإنتاج. قول لنا تفاصيل أكتر عن المجلس ده، آليات العمل فيه إزاي، هيساعد وهيدعم صغار مزارعي الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا استاذ ايه، بشكر قناه دي ام سي. شكرا. خلينا نتكلم ان الزيتون اصلا محصول نوعي. يعني الزيتون في مصر محصول نوعي ومحصول مهم جدا سواء كان للاستهلاك المحلي او للتصدير. ومصر واخده ترند كويس بالنسبه للزيتون، يعني احنا اكبر منتج للزيتون المائده في العالم. وده يعني امر غريب شويه برضه، لان انا عندي نقص كبير في الموارد الزراعيه عموما في مصر. لما يكون اكبر منتج ليه زيتون المائدة في العالم، ده يبقى حاجة تحتاج ان يكون في كيان يقدر يدير هذا المحصول، لان الزيتون ممكن هو المحصول الوحيد اللي مش مجرد محصول فقط للزراعة وللإنتاج، لا ده سلسلة طويلة من الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير والتصنيع. طب خلينا ناخد السلسله دي من اولها كده، زي المجلس ده وهذا الكيان هينظم العمليه دي، بدايه بقى من توفير الشتلات للدعم الفني والاداري والتسويق لصغار المزارعين، احكي لنا لحد بقى التصدير. بالظبط كده، وهو ده الهدف الاساسي من تدشين هذا المجلس، ان في بعض العشوائيه في هذا الامر في موضوع الزيتون في مصر من بدايه الزراعه. طبعا الزيتون كمان فوجئنا في خلال السنوات القليله الماضيه انه من اكثر المحاصيل تاثرا بتغير المناخ، وده من ضمن الحاجات الغريبه، لان في النهايه شجره الزيتون شجره بحر متوسط اللي هي جزء كبير من مناخ مصر الشمالي، المناطق اللي بيزرعها فيها الزيتون، فالإنانة تاثر تاثرات كبيره في بعض السنوات كانت نقص الانتاجيه كبير جدا، وبالتالي مهم قوي ان يكون في توصيات فنيه واضحه وفي انذار مبكر مناخي لمزارع الزيتون، ايه اللي يتعمل قبل بدايه الموسم واثناء الموسم في حال وجود بعض مظاهر تغير المناخ اللي بتاثر على الزيتون. طبعا مظاهر تغير المناخ اللي بتاثر على الزيتون معروفه، سواء كان الصيف المبكر رياح الخماسين الساخنه، سواء كان حتى الشتاء الدافئ. بالمناسبه يعني الشتاء الدافئ من اكبر المظاهر المناخيه اللي بتاثر سلبا على الزيتون، لانه له احتياجات بروده لازم ياخدها اثناء الشتاء. كل الامور دي كان لازم يبقى فيه توصيات فنيه معتمده، توصيات فنيه تعتمد على مخرجات البحوث والعلوم توصل لمزارع الزيتون، لان في النهايه انا يعني مبادره فخامه السيد الرئيس اللي هي ال 100 مليون شجره، انا الحمد لله وصلت لي اعداد كويسه، يمكن تعديت ال 60% من الحجم المستهدف ال 100 مليون شجره زيتون في مصر، وبالتالي الانتاجيه احيانا بتوصل مليون طن في بعض السنوات. مليون طن ده رقم كبير، لازم ادارته بطريقه صحيحه من خلال مجلس نوعي من بدايه الزراعه حتى نهايه السلسله زي ما حضرتك ما قلت. وفي نقطه ثانيه مهمه، يجب تصدير الزيتون في صوره مصنعه، يعني موضوع الزيتون المخلل القيمه المضافه بقى بكميات كبيره، ده برضه لازم يبقى في اعاده نظر، وبالتالي المجلس منوط بالنظر في كل هذه الامور. طيب فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه، وحضرتك قلت انه التغيرات المناخيه خلت فيه توصيات طول الوقت بتتجدد وفقا للتغيرات دي، انتوا بتتواصلوا مع المزارعين بشانها، هل في مثلا شتلات جديده بتتحمل هذه التغيرات في المناخ علشان ما تتاثرش زراعه الزيتون في مصر ونسب الانتاج في مصر منها؟ طبعا، هو دلوقتي الزيتون في مصر اصناف اجنبيه معروفه، يا اما اصناف اسبانيه او أصناف إيطالية أو يونانية في معظمها، اللي هم الست سبع أصناف، وفي أصناف مصرية بلدية زي العجيزي والأصناف المعروفة. ومعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بدأ يستنبط بعض الأصناف المصرية اللي تستطيع نوعاً ما، محدش يقدر يقف قدام تغير المناخ أستاذ آية زي ما حضرتك عارف، يستطيع نوعاً ما تستطيع هذه الأصناف إنها تتجاوز بعض المظاهر الغير الايجابيه او السلبيه من تغير مناخ الزيتون. ففي بعض هذه الاصناف في مرحله الاكسار دلوقتي ومرحله الترويج، طبعا لان مزارع الزيتون لازم يعرف هذه الاصناف، ومزارع الزيتون حساس جدا
لزراعه اي صنف جديد، ما عندوش رفاهيه انه يزرع وبعد اربع خمس سنين يفاجئ بان الصنف غير جيد او الصنف كذا. ففي طبعا لازم يكون في جهه موثوق فيها تقدر توصيه وتقول له اه الصنف ده صنف جيد على ضمانتي انا كجهه كبيره كمجلس نوعي. وبالتالي اختيار الاصناف نقطه مهمه جدا، ويمكن احيانا هو الخيار الاهم للتغلب على مشاكل تغير المناخ في قطاع الزيتون في مصر. طب اخيرا دكتور محمد، انتاج مصر دلوقتي قد ايه من الزيتون، والمستهدف بعد انشاء هذا المجلس يوصل قد ايه؟ هو زي ما قلت لحضرتك الزيتون انتاجه القومي متذبذب من سنه لسنه على حسب المناخ، بيتاثر بالمناخ تاثر كبير. يعني انا بتكلم على من 600,000 طن واحيانا بوصل ل 850 و900,000 طن. المجلس مش عاوز يبقى في التذبذبات الكبيره دي. يعني ما ينفعش بلد كبير واكبر منتج لزيتون المائده في سنه يبقى نفس 400,000 طن وفي سنه يبقى نفس 800,000 طن بس بسبب المناخ مش بسبب اي تقصير اخر. وبالتالي يبقى في حلول جذريه لهذا التاثير الكبير لتغير المناخ على صناعه الزيتون وليس الزراعه فقط. شكرا ليك دكتور محمد فهيم رئيس مجلس تغير المناخ بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا ليك.